ده كم اكد كمان عليه هو رمضان نفسه، اكد الكلام دوت ان هو كان مستني من نادر انه يجيب له عقد اوروبي. وانت عارف خلي بالك برضو انك تجيب عقد اوروبي في نادي معقول في البريمير ليج حتى في وسط الدوري الامر صعب. مش سهل، صعب مش سهل، وخاصه كان في توقف نشاط، فطبعا نادر ما قدرش يجيب له العرض ده. فرمضان حسبها وده يعني قال لك لا، طب ما هو نادر مش عايز يجيبني عشان عايز يقعدني في النادي الاهلي. فكمان ما هي لو فلوس انت في النادي الاهلي حتى لو انت بتقول عرض كويس يا هاني كنت هتاخد نفس الفلوس، انت كنت رقم واحد اعلانات في النادي الاهلي. احمد كان بياخد اكتر من اللي بياخده بره يعني. احمد يعني انا بتكلم فعلا يعني كان ممكن جدا هو سوء تقدير وسوء تخطيط، وده برضو مش رمضان بس، اي موهبه عندنا للاسف في حاجات كتير قوي بتموت وبتطفي. يعني والله ما اقصد انت، يعني مثلا انا كان بالنسبه لي من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر ابراهيم سعيد، ده حقيقي حقيقي امكانيات لعيب كوره مع سوء تخطيط وسوء اداره لنفسه يعني. هو ممكن يكون المحيطين يعني طبعًا. عامل مساعد في اختياره 100% يعني. انا مش عايز اتكلم عشان ما تفهمش ان هو شريف، انا بس بقول لك الاسامي لان انا الناس اللي عماله تقول شريف، الناس اللي عماله تقول علي صقر، او شريف او رمضان يعني تواصلنا من يعني كريم اخويا اللي اتكلم مع رمضان بس انا كريم يعني اللي اتكلم مع رمضان وانا كنت بتكلم مع نادر الفتره دي. طب انت ليه ما اتكلمتش مع رمضان؟ ما انت ما كنتش حابب يعني ما كريم اتكلم معاه يعني بس ما كنتش حابب قوي يعني. انا كان حابب اشوف عن طريق نادر لان نادر المفروض انت اللي متكلم حد يعني متضايق. مش عايز اخش في كنت مش عايز اخش في متضايق والله متضايق هو مش النادي الاهلي والله متضايق. النادي الاهلي مش هيتاثر بحاجه يعني. النادي الاهلي عنده في المكان كتير وفي ناس كتيره، وهفكركم ان طاهر محمد طاهر ده هيبقى في حته طبعا لعيب كويس. حتى غير كده خلينا نتكلم بكل امانه وهنكررها ونفضل نكررها، فعلا الاهلي بما حضر وان النادي الاهلي ما بيقفش على حد، وفي امثله اصل هنقعد نقول امثله في امثله كتيره جدا فالامور صح. واضحه، لكن هو بيبقى قرار في وقت معين. انا رمضان يعني حبيبي، رمضان كان اتمرن معايا وكنت رحت له انجلترا، وكان بيتكلم في فتره صعبه جدا يعني. هو غلبان جدا على فكره، طيب قوي قوي يعني بقول لك رمضان هايل، شخصيه كويسه طيب يعني، لكن في قرارات بتبقى ساعات غلط. فهو حتى رجوعه للنادي الاهلي، وعايز اقول لك برضو المعلومه ان النادي الاهلي وقف جنبه كويس. النادي الاهلي جيب يعني في وقت صعب هناك، انت ما كنتش بتلعب بصراحه وعندك اصابه هناك، النادي الاهلي جابك وعالجك، وبعدين لعبت منتخب اولمبي وظهرت بشكل اكتر من رائع. فكل ده يحسب للنادي الاهلي ورمضان. انا بالنسبه لي اتمنى له التوفيق يعني. خلينا نتكلم بكل امانه، انت خد قرار من وجهه نظري خطا، لكن على الجانب الثاني بتمنى له التوفيق وربنا يوفقه في مستقبله، لان النادي الاهلي كيان ومؤسسه مش هيتاثر باي حد يمشي يعني. لا طبعا انا بقول لك ده لو كابتن خطيب نفسه مشي من النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيتاثر. النادي الاهلي حاجه والاشخاص والافراد دي حاجه ثانيه خالص. يعني فكره برضو يعني فكره اختياراته اختياره للنادي برضو انا مش انت هو اللي مضايق. لا والله العظيم مع احترامي الكامل لنادي بيراميدز، مع احترامي الكامل بقول لك كلهم اصحابي، وعمر جابر صاحبي وعبد الله حبيبي وكل الناس بحبهم فعلا، بس نادي جماهيري. طيب الاهلي مختلف ازاي عن اي نادي؟ ان احنا قاعدين اهو في قناه النادي الاهلي وبنشكر في نادي الزمالك وبنتكلم بحياديه جدا وبننتقد نفسنا وبس. برافو برافو، بحييك والله على الاجابه دي. ده حقيقي ده حقيقي عجبتني.